إن الأمن الغذائي يعتبر من المواضيع التي تصدرت اهتمامات حكومة البلاد وشركائها في التنمية لدعم المنتجين الزراعيين من أجل الوصول إلى الاكتفاء الذاتي. ولأهمية ذلك نصب النائب الأول للأمين العام للجمعية الوطنية قاسم خميس أعضاء شبكة تحالف البرلمانيين للأمن الغذائي وسوء التغذية، وتضم الشبكة 17 عضوا برئاسة خديجة حسب الله. وتعمل هذه الشبكة مع الجهات المعنية بالأمن الغذائي لإيجاد السبل الكفيلة لتنفيذ البرامج والمشاريع الزراعية من أجل محاربة سوء التغذية والسعي إلى تحسين عملية الإنتاج ودعم المزارعين بالمعدات اللازمة لمضاعفة الإنتاج في مختلف المحاصيل الزراعية. النائب الأول للأمين العام للجمعية الوطنية قاسم خميس عقب تنصيبه لأعضاء الشبكة أكد أن إنشاءها جاء نتيجة للمؤتمر شبه الإقليمي حول المشاكل المتعلقة بالأمن الغذائي وسوء التغذية بالدول الأعضاء في التجمع الاقتصادي والنقدي بأفريقيا المركزية، وأن إنشاء هذه الشبكة لا شك يساعد الحكومة في المضي قدما من أجل تحقيق البرامج الطموحة لضمان مستقبل أفضل، مذكرا أعضاء الشبكة بأنهم يلعبون دورا كبيرا في توفير الأمن الغذائي للوصول إلى الغايات المرجوة.